السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا استفراغ دم أسود في المنام. قال ابن سيرين أن رؤية استفراغ دم أسود في المنام يشير عامة الدم إلى الرزق وربح الكثير من المال، أما رؤية الدم الأسود فتشير إلى الشعور بالمرض والتعب والعجز. استفراغ الدم الأسود يعني التخلص من كل الأعباء والالتزامات، تشير لمواجهة مجموعة من الحاقدين والحاسدين والانتصار عليهم، كما قيل أيضا أنها ترمز إلى أن أحد يتحدث بالكلام السيء عن الرائي. ذكر أنها ربما تدل على فعل المعاصي والذنوب ولا بد من التوبة منها. ما معنى رؤية استفراغ دم أسود في المنام للعزباء؟ تشير رؤية استفراغ دم أسود للعزباء لتعرضها للسحر والحسد، حيث تدل على وجود من يكره الرائية ويريد أن يؤذيها بكل الطرق. استفراغ الدم يعني انتهاء جميع المشاكل التي تمر بها منذ فترة، وقيل أيضا أنها تعني عصور الرائية على فرصة عمل كانت تنتظرها. الدم الأسود قد يرمز إلى السمعة السيئة بين الناس والمجتمع، القدرة على مواجهة كل ما هو صعب ومستحيل من أجل هدفها، المعاناة من بعض المشاكل الصحية ولكنها ستشفى منها بإذن الله. ما معنى رؤية استفراغ دم أسود في المنام للمتزوج؟ تعتبر هذه الرؤى للمتزوجة من الرؤى السلبية، حيث تشير رؤية الدم إلى شعورها بالخوف والقلق بشأن أمر ما مهم، كما تدل أيضا على الإحساس بعدم الأمان والخطر طوال الوقت. قيل أن هناك من لا يحبها ويتمنى لها كل الضرر والأذى والحزن. ذكر أنها إشارة لوجود السحر والحسد في حياتها وتؤثر عليها وجود بعض الخلافات الزوجية، ولكن سوف يتم وجود حلول لها. كما قيل أن استفراغ الدم الأسود في المنام للمتزوجة يعني الانتصار على من يكرهها. ما معنى رؤية استفراغ دم أسود في المنام للرجل؟ حلم استفراغ دم أسود في منام الرجل يحمل معاني متعددة ومتنوعة، حيث يشير إلى اتصاف الرائي بالقوة ولديه القدرة على تحمل المسؤولية. أيضا تدل على المعاناة من قلة المال والرزق، ولكن كل ذلك سوف يزول قريبا والله أعلم. كما قيل أن الدم الأسود يشير إلى قيام الرائي بفعل بعض المعاصي والذنوب، وتعد تحذيرا للرائي لتوقفه عن فعل الحرام والقيام بالصلاة والعبادة، ويدل على وجود بعض المنازعات بين الأهل والأقارب بشأن ميراث أو غيره. ترمز أيضا إلى فشل من يقوم بتدبير المكائد للرائي وانتصار الرائي عليه، وتشير لفسخ خطوبة الشاب المخطوب من فتاة سيئة الأخلاق لا تحترمه. ما معنى رؤية استفراغ دم أسود في المنام للمطلقة؟ يرى أن حلم استفراغ دم أسود في منام المطلقة يحمل معاني إيجابية، حيث يدل على تخلص الرائية من جميع المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كما تشير إلى انتهاء النزاعات والخلافات التي كانت تواجهها من طليقها. ذكر بعض العلماء أنه إشارة للدخول في علاقة جديدة وتطورها إلى الزواج، وجود من يقوم بدعمها ومساندتها للمرور بكل الأزمات التي تواجهها. قيل الدم الأسود أو استفراغ الدم الأسود في منام المطلقة يعني إصابتها بالمرض، واستفراغه يعني الشفاء منه. ما معنى رؤية استفراغ دم أسود في المنام للحامل؟ تعد رؤية استفراغ دم أسود في منام الحامل لها عدة معاني، فهي تشير إلى اقتراب موعد الولادة والخوف والقلق بشأن الولادة، ويدل على التخلص من الضغوطات التي كانت تمر بها في الفترة الماضية. قيل أن الدم الأسود في المنام يدل على السحر الأسود والله أعلم، كما أن استفراغ الدم يشير للشفاء والعلاج من الأمراض التي تعاني منها، كما قيل أنها تدل على ولادة طفل صحيح معافى من أي مرض. يشير أيضا استفراغ الدم إلى التخلص من الهموم والأحزان قريبا وانتهاء المشاكل والخلافات التي كانت بين الرائية وأحد أصدقائها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.